تصدق كلامي؟ من فعلها أرطغرل ومحاربة؟ يكفي يكفي، كف عن اتهام ولدي توتكين. محاربوك من كانوا يحرسون الخيمة. ماذا تفعلين جوجي؟ لم أستطع تقبل ذهابك. كيف تخرجين والمكان هنا يغلي بالأعداء؟ إذا لما تذهب أنت أرطغرل؟ طالما أن المغول في كل مكان، فأين تذهب ويدك مصابة هكذا؟ يد أرطغرل لم تتحسن بعد، ولا يستطيع القتال بها. الأعداء موجودون حولنا في كل مكان، فكيف تلقي ابنها في الموت هكذا يا سلجان؟ ماذا نفعل الآن؟ يا ابن سليمان شاه أرطغرل، لن تستطيع الهرب منا. أريد من كانوا يحرسون خيمة السجن في تلك الليلة، أفهمتني؟ كنت أراقب أرطغرل ولا أظن بأنه من هرب. سأجعلك تندم على يوم ولادتك. ارموه. لن تسير الأمور هكذا، الناس لا يطيقون كل هذا الألم. الشعلة التي ألقاها أرطغرل بداخلنا قريبا جدا ستحرق المخيم. أرطغرل قد أرسلته أمه، والآن ذهب. حسنا، وماذا لو هايمة فعلتها؟ هل تسمعين ما يخرج من فمك يا امرأة؟ إن فرط السيد مرة بحاجب يعمل عنده، سيكون كمن لا يقيم اعتبارا للمحاربين جميعا. فأرقها الموضوع وحلت الأمر بنفسها، وبإرسالها لأرطغرل الآن تظن أن الأمور قد انتهت. لعدم الشفقة على ولدي أظهرت بأنك أم حقيقية للكاي أم هايمة. أنا أظهر أمومتي، لكن لماذا لا يظهر أخي أنه سيد وخال له سيد أيتولون؟ سيدنا يعرف متى يظهر هذه الأشياء أم هايمة. اسمعيني أيتولون، احذري أن تظهري في قبيلتنا أنك زوجة سيد، وإلا سوف تندمين، وبعدها تعودين من حيث أتيت. هناك أناس أعرفهم يكاد الغيظ يقتلهم الآن. (تصفيق)
إن شاء الله سنتجاوز هذه الأيام الصعبة. اليوم أنت أرسلت محاربيك خلف ولدي ومحاربيه. أهو خائن أم قاتل أم قاطع طريق؟ وضعت رجلاً لكي تراقبه؟ وما المشكلة في هذا هيمة؟ أليست مهمتي أن أطبق قرارات المجلس والأعراف وأن أضمن أمن القبيلة؟ هذا الأمن يأتي من النزاع بين الأخ وأخيه. إن لم يكن مشاركاً في هذا العمل فسيأتي مع محاربي ويجلس في مجلسي لكي نتحدث، وإن تجاوز قرار الاجتماع وقام بتهريب عبد الرحمن ففي ذلك الوقت سوف يدفع الثمن حسب الأعراف. ما تفعله خطأ أخي، ما تفعله خطأ. إن نزفت دماء أحدهم حينها أنا من سيحاسبك. ما الأمر أبي؟ عمتك غاضبة لأننا وضعنا رجالاً خلف الخونة توتكين. رغم ذلك رأيت ما حدث عمتي، قاموا بتهريب عبد الرحمن. ألم تسأمي من العيش مع الخونة؟ أوقف هذا الهراء توتكين ولا تنفخ على النار. خالي، أمي، عقدنا اجتماعاً هنا، ألم نتفق بأن نكون يداً واحدة ونتحد معكم؟ ما هذا الذي يحدث؟ بعد أول خلاف يحصل بينكم تجاهلتم كل اتفاق. اتفقنا يا بني، اتفقنا، لكن أنا طردت ولدي إلى خارج المخيم بالرغم من أنه مصاب، فلما ترسل برجالك خلفه؟ ها؟ لقد ألقيت قبيلتي في الخطر بما فيه الكفاية هيمة، وفتحت حضني لكم، لكن صبري قد نفد. أولئك الخونة سوف يأتون إلى هنا رغما عنهم.
إن استطعتم اعثروا عليهم. حين نمسكهم لن يكون لك شأن معهم يا هيمن. الأم هيمة تعلم ما حدث، لكنها تصمت حتى لا تتعقد الأمور. حسنا، نهاركم سعيد. بما أن السيد أرطغرل نال ما يستحقه بنفي أمه له، فالأمان سوف يحل على قبيلتنا، أليس كذلك دلدمير؟ إن بقيتم على هذه الحال فلن يبقى أمان سيد أيتولون، فالمصائب تأتي إلينا رقداً، وأنتم لم تتركوا سبباً للأمان في المخيم. نحن نعرف أحلامه التي رسمها بالغزو في يده المصابة. كثير من المتهورين أمثاله قد هلكوا في ميادين الحروب. القتال لا يكون بالسيف وحده سيدة أيتولون، ويكون بالقلب واللسان، وسيد أرطغرل قد أظهر ما يخبئه قلبه، ولكن أنتم عمي ولا تسمعون، وحتى مختوم على قلوبكم ولا... يكفي دلدمير، يكفي. كنت أعرف أن وظيفتك هي ضرب الحديد، لكنك لم تضرب بلسانك حتى الآن. يا للأسف. هذه المرأة أسوأ من الأفقى. واضح أنها تشك بنا وتستدرجنا. انتبه منها وراقب كلامك، والأفضل ألا نلتقي أمامهم. نعم، معك حق، معك حق. لم نرى أحدا منهم حتى الآن. سيدنا قال إنه قادم دوغان. لماذا لم يأتي إذن؟ ماذا لو أصابه شيء أثناء تهريب عبد الرحمن؟ دوغان، هذا يكفي. أنت محق يا أخي، لا تؤاخذني. عبد الرحمن، ما هذه الحال يا أخي؟ انقلبت إلى امرأة؟ رأيت طيرا في الغابة يتجول معلقا في الهواء، وأحضرته فورا ليسكن مع الفقراء. كان ينقصني هذا الزي، وها قد لبسته الآن. يا أخوتي، الموت لم يكتب لي بعد. اهدأ يا أمي، لا داعي للقلق، أنا واثق بأنهم لن يعثروا عليه، لن يجدوا أرطغرل ولا حتى محاربيه. أعلم بأنهم لن يستطيعوا إيجاده، لكن ما القصد من وضع رجال خلفه؟ قل لي، ها؟ بما أني أم أخيك، وبما أني سيدة القبيلة، لا أستطيع أن أقبل بالقرار الذي صدر من خالك بحقه. وكأن طردي له لم يكفي، ليرسل كلابه خلفه. قل لي يا جندقدو، قل ماذا يريد مني أن أفعل أكثر من النفي؟ يريد أن أقتله؟
لا أعلم ما حصل أمي، ولكن نحن الاثنان نعرف أرطغرل جيدا، فهو لا يتوقف حتى يوقعنا بالمصائب. إن كان حقا قد فعلها فلقد أنقذ شرف والدك وشرف قبيلته. ماذا تقصدين؟ إن كان حقا هو الفاعل فقد تجاوزنا وتجاوز المجلس وأقحمنا في البلاء، فهل مجلسنا وأعرافنا لا قيمة لهم؟ ماذا تقولين؟ لقد تأخرت في قول هذا الكلام، كان يجب أن أقوله في الوقت الذي لجأت فيه إلى قبيلة أبي. أخطأت خطأ كبيرا بقبول العرض الذي قدمه أخي، أخطأت. أمي، اذهب بني، هيا اذهب كوندوكدو. أبقي شيء ناقص؟ لم يبقى شيء، قبل مجيء التاجر أفراسياب تكون التجهيزات انتهت. جيد. تدكين عيونه تضحك في يوم كهذا اليوم، إذن الأخبار جيدة. جوجي وافقت على عرضي لها أمي. خبر جيد بالفعل، إذن سنبدأ منذ الآن بتزيين خيمتكما. دع جوجي تأتي هذا المساء وأخبرها أننا سنتناول الطعام معا، هل فهمتني؟ نعم فهمت. لكن احذر توتكين، لا تكسر قلب أمك هايمة الآن، فهي تمر بأيام صعبة وهي الوحيدة بينهم التي يمكنها إزعاجك بمنع جوجي من الزواج بك. تذكر قولي لك، ونحن الآن أيضاً قد تخلصنا من بلاء أرطغرل، وبعد فترة سوف نخضع هايمة أيضاً، وفي ذلك الوقت الدودورغا لن تعاني من مصائب الكاي أبداً، ويكفي بأن تكون أنت ووالدك على رؤوسنا. لقد هرب ثانية. كلما هرب مني أشعر أنني أختنق. هل تقول الأرواح إنني سأمسك به؟ إذا لم أمسك بأرطغرل قريبا سيذهب كل ما فعلته هباء. أخبرني بما تقوله الأرواح. Yeah.
أن أرطغرل شوهك. أنت مدين لي بحياتك. ماذا يفعل نويان مع لوبينجي؟ إنه يكلم الأرواح، يريد معرفة ماذا سيحدث لاحقا. ما الذي تقوله الأرواح العظيمة؟ إذا لم يقطع شريان وأرطغرل وبأسرع وقت، فستكون كل الأرض له وأولاده من بعده، سيملكون كل شيء في هذا العالم. سأدمره، وسوف أدمر كل شيء سيكون ملكه من بعد الآن، كل شيء. سيدي أرطغرل قد جاء. هل أنت بخير؟ ساعدوني لأخلع هذا. ما الأمر سيدي؟ تانغوت تبعني هو وحمزة. عديم الشرف هذا الوضيع. وتبعونا نحن أيضا. أنا متأكد أن لينويان رجلاً في القبيلة يتعقب كل خطواتنا. أي كورد أوغلو جديد؟ بينما ذهبنا للإيقاع بنويان أوقعنا هو حين خرجنا من المخيم، وبما أنهم هاجموك الآن فأنت محق. هناك رجل له. قبل أن نجده لن نكون في أمان. ماذا سنفعل؟ نحن بلا قبيلة وبلا محاربين، لدينا سيوف وقلوب أيضا، وإما أن نستشهد أو نقضي على أولئك الثعالب. الاستشهاد ونحن معك هو شرف لنا سيدي. إذن اسمعوني جيدا، من الآن سنحدثهم باللغة التي يفهمونها هم. كيف سيدي؟ السيدة آيتولون دعتني إلى الطعام، فلديها ما تقوله. قولي للأم هيما إني ذهبت. لما دعتك تلك المرأة إلى مائدتها؟ أبحث عن القليل من الأمان أختي، بعض الأمان فقط، والبقاء بعيداً عنك وعن حليمة. هل هذا كثيراً علي؟
تغرس أنيابها بأضعف نقطة فينا. أليس لديها عمل سوانا نحن؟ برأيك ما الذي تسعى وراءه يا سيلجان؟ مهما كان الذي تريده لا يهم. لن أسمح لها بأخذ أحبتي مني واحدا تلو الآخر. تفضل. هذا الدبس حامض جدا، طعمه سيء أيتولون. سيدي، أتبحث عن حجة كي لا تشرب؟ سوف تشرب هذا الدبس الآن حتى تعود إليك الصحة ويشتد عودك. اشرب. أنت تصيبينني بالجنون. بوجودك معي دائما ستكون صحتي جيدة. أهلا. جاءت ضيفتنا. مساء الخير سيدي، هل تسمحون لي؟ أهلا يا ابنتي، تفضلي اجلسي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسكا، تفضلوا. السلام عليكم. لا لا، لا داعي لهذا. دومرول، ساعدني أنت. أريد عدد كل الحيوانات غدا دومرول، لا تترك واحدا دون عده. نعم، بأمرك سيدي. ليحصوا عدد اللواتي سيلدن في الربيع أيضا، عدم بيعها للتاجر القادم أفضل لنا، فسوف نحتاج إليها لجعل قطعاننا تتكاثر بعد الحرب. سمعت دومرول؟ نعم، سأفعل سيدي. هيا. بالإذن. اذهب. تفضل سيدي. شكرا لك. المائدة جاهزة. يا ربي، أحمدك على نعمك وأشكرك بأن جمعتنا مجددا معا، وقد نجيتنا والقبيلة من الظلم والطغيان. ألف حمد وشكر لك يا رب. آمين. في وقت ما كنا نجلس على مائدتنا جميعاً.
سوف نعود كما كنا يا أمي. إن شاء الله. ولما لم تأتي حليمة؟ ليست جائعة أمي، وانتابها النعاس. وأختك جورجي أين هي؟ آيتولون دعتها إلى الطعام في خيمتها. على المائدة إن لم يجتمع أفراد العائلة فقبيلتي لن يكون فيها خير. لم أنجح بأن أكون أماً، ولم أنقذ القبيلة أيضاً. ماذا تقولين أمي؟ كل شيء بات واضحاً يا سجان. أي مائدة من دون اطمئنان لا أحد يأكل منها. من دون موائد لا يوجد وحده. سلمت زوجة خالي. بالعافية جوجشي. منذ فترة على الطعام. بوكجي، هل هناك شيء؟ هل أزعجناك ابنتي؟ لا لا، منذ فترة لم أتناول الطعام وأنا مطمئنة. ما عشتموه ليس سهلاً جوجي. وأخوك أيضاً أرطغرل قد أتعبكم جميعاً. ونفي هايما له من المخيم قد كان قرار خير لنا جميعاً، أليس كذلك جوجشي؟ نعم هذا صحيح. أتمنى أن لا يعود ومعه مصيبة. قبائل الأوغوز حتى في أكثر الأيام ضيقاً يجدون مخرجاً من مشاكلهم. وحدتنا معاً هي نعمة من الله عز وجل، وما يقع علينا أن نعطي نعمته قدرها. وحدتنا هذه ليس لها أي قيمة عند أرطغرل. يجب علينا أن نوثق روابط الدم بين الكاي والدودورغا لتصبح وحدتنا أمتاً، وعندها لا أحد سيفرقنا عن بعض. الطعام جاهز. لنرى هل سيعجبك.
ألم يعجبك؟ سلمت يداك تورغوت، يشبه طعام السلطانة. أستغفر الله، إن سمعتك تقولها فستورطني. تورغوت، ما هذا؟ أختي أيكز علمتك جيدا. اجلس أخي. تناول الطعام. أختنا آيكز لم تمت تورغوت، هي معنا دائما. آيكز شهيدتنا. أعلم سيدي، أعلم. لو أنك تعلم حقا لما حزنت ولا عشت الألم، وإن شاء الله يوما ما ستستشهد أنت وتلتقي مع زوجتك. إن شاء الله. كلامك صحيح، أنت محق. سأنزع الألم من قلبي. ما هي الأوضاع سيدي؟ اتهموك أنت أيضا؟ لم يخطئوا. لهذا لم أتكلم. أقسمنا أن ننسى الأهل والأحباب من أجل أن تسود العدالة. والآن هذا القسم يريد منا الثمن. ماذا عن السيد كوركوت سيدي؟ خالي فقد بصيرته، وتوتكين أصبح كالمجانين، والواضح أنه يحب كوكجي. والشخص المبصر الذي بينهم السيد أيتولون. إن هذه المرأة تجتاز كل المصائب. إنهم يعتقدون بأنني أسعى خلف نويان، ولهذا لن يعرفوا ماذا نفعل. أما نحن فسنعرف. فهمتم؟ السيدة أيتولون تحاول أن تجعل أخي غوندوغدو في صفها من جهة، ومن جهة أخرى قد عزمت على تزويج غوكجي لتوتكين. ولماذا تريد أن تزوجها من توتكين؟ السيدة غوكجي لا تنجب الأولاد. إن كانت أيتولون تعرف السر فعندها سيكون لها هدف من الأمر، وقريبا سوف نعرف. بعد الآن كل من يحاول نصب فخ لنا فسوف نقلب حياته رأسا على عقب. سأستأذن منكم الآن. تأخر الوقت. تعالي دائما. الله تعالى لم يرزقني بفتاة، وأنت أصبحت كابنتي الآن،
وستجلبين البهجة إلي. سلمت سيدي. أنا سوف أوصلك. تصبحون على خير. تصبحين على خير.